بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمير محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنجاوب على عدد كبير جدا من الأسئلة بخصوص مهارة إنشاء الجداول وتنسيقها وإجراء العمليات الحسابية. أتمنى الكل يتابعني على أساس أن تكون في استفادة من فيديو اليوم. هنفترض ان حضرتك قمت بتشغيل برنامج الوورد ايا كانت الاصدارة وايا كانت لغة الواجهة سواء عربي او انجليزي، مفيش اختلاف. بعد ذلك حضرتك بتفكر في انشاء جدول. كلنا عارفين ان الجدول عبارة عن مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف. ناخد بالنا من هذه المعلومة. الاعمدة هي المحاور الرأسية، الصفوف هي المحاور الافقية، وكل عمود عندما يتقاطع مع صف تكون الخلية. الخلية هي المكان اللي بيتم إدخال فيه البيان، سواء كان البيان نص أو البيان رقم أو البيان علامة أو إجراء عملية حسابية. إزاي ننشئ جدول؟ هنذهب إلى قائمة إدراج إنسرت، دي نقطة البداية. هنلاقي فيه أيقونة اسمها تيبل أو جدول، ومن خلالها نبدأ نضغط ونسحب. كده بنحدد عدد الأعمدة بهذا الوضع، وليكن ست وليكن خمس اعمده، ثم بنحدد عدد الصفوف واحنا ضاغطين وبنسحب الى اسفل، وبعدين نرفع ايدينا بالطريقه ديت. دي طريقه لو عملنا تراجع عن طريق كنترول وزد. ممكن برضو من ادراج هنختار من جدول، بدل الضغط والسحب هنختار حاجه اسمها ادراج جدول، ومن ادراج جدول نحدد عدد الاعمده وعدد الصفوف خمسه واربعه، ونحدد الخصائص عمليات الاحتواء، ثم بعد ذلك نقول موافق فيتم إضافة هذا الجدول. تراجعنا عن طريق كنترول وزد. من إدراج هنختار من جدول. إزاي أرسم الجدول؟ أختار رسم جدول، هيديني قلم، من خلال القلم أقدر أحدد المساحة، وبعدين أقف عند كل واحدة وأضغط وأسحب بهذه الطريقة. ديت فيها ميزة ممتازة إن أنا أقدر أعمل تقسيمات من الصعب إن أنا أقدر أعملها يدويا زي ما حضراتكم شايفين على هذا الشكل وهذه التقسيمة برضو اهوت. نشوف كده مع حضراتكم. دي صعب جدا ان عن طريق ادراج جدول انك تقوم، لكن عن طريق رسم جدول تستطيع انك تقوم بهذه المهارة. هنعمل تراجع وخلينا في انشاء الجدول بالطريقة الكلاسيكية او المعتادة. من ادراج هنختار جدول، ثم هنضغط ونسحب نخليها خمسة في اربعة بهذه الطريقة، وبعدين هنقوم بإدخال البيانات. هنقوم بإدخال ميم اللي هو مثلا المسلسل، ثم بعد ذلك ندخل الاسم، ثم وليكن درجات شهر يناير، ثم درجات شهر فبراير، ثم درجات شهر إبريل. بعد ذلك هنقوم بعمليات ضبط بالنسبة لهذه الخانة بحيث المسلسل يكون حجمه على هذا الوتيرة، وبعدين نقوم برضو عملية لان هنقوم بوضع درجات، فنقوم بعملية ضبط. نحن نضغط ونسحب سواء يدوي او عن طريق استخدام الخصائص حيث نحن نتحكم فيها مع حضراتكم. هنقوم بعد ذلك بكتابة الارقام 1 2 وهكذا. البعض يقول لي لا، انا ممكن اعمل اسيب خانة المسلسل واعمل تعداد رقمي احددها، واذهب من الصفحة الرئيسية، من الصفحة الرئيسية اضغط على تعداد رقمي يقوم بوضعها بهذه الوتيرة، اقدر اعمل المحاذاه المختلفه وهكذا. يبقى قدامك يا تكتب الرقم يدوي، يا اما تستعين من الصفحه الرئيسيه اللي هي الهوم تضغط على تعداد رقمي اللي هي النمبرنج فيقوم بعمل تعداد، وننصح بعمل المسلسل في النهايه، ثم بعد ذلك تقوم بادخال الاسماء على هذا النحو. ادي طارق، ادي محمد، ادي محمود وهكذا. تعالوا بينا التعداد دهيت انا عايز الغيها وادخلها بالطريقه دي كده، اقول له 1 2 4 وهنعرف ايه الاستفاده. ثم بعد ذلك كتبنا الدرجات بهذه الوتيره، ادي الدرجات مع حضراتكم تمام، ونخلص ادخال الدرجات تمام. بعد ذلك هتقول له والله عايز انسق الجدول، اقول لك عايز تنسق الجدول، يا اما تختار تنسيق جاهز يا اما تنسقه يدوي. لو تنسيقه يدوي هتقوم بتحديده، ومن التحديد هتذهب الى عندي هنا اهوت، نخلينا في الصفحه الرئيسيه، من الصفحه الرئيسيه تبدا تكبر حجم الخط اهوت، تبدا تغير نوعه، تبدا تخليه اسود عريض، تحته سطر او مائل، او تلغي هذه العلامات.
تقدر تلون الخط الكتابة، تقدر تلون الخلفية، الخلفية بهذه الطريقة، خلفية الكتابة. تستطيع انك تعمل محاذاة، تعمل توسيط زي ما حضرتك عايز. بالنسبة للجدول بتستخدم عمليات التنسيق العادية الكلاسيكية اللي احنا بنستخدمها للوورد، او لو عملنا تراجع مع حضراتكم بهذه الطريقة عن طريق كنترول وزد، تستطيع انك تحدد الجدول كله. من تصنيع الجدول كله اختار تصميم، ومن تصميم اللي هي الديزاين ابدأ اختار اي شكل من اشكال هذا الجدول، يبدأ يديني اشكال متعددة وليكن مثل هذا التخطيط. لو ما عجبنيش اقوم برضو بالتحديد واذهب مرة اخرى الى تصميم، وابدأ ادور على تصميم مناسب بكل وجهة نظر فيه زي هذا التصميم، ونلغي التحديد، وهكذا بالنسبة لعملية التصميم. يبقى انت لما بتحدد الجدول تستطيع انك تذهب الى تصميم، ومن تصميم بتختار الشكل الجاهز اللي هو بيكون موجود. تمام. طيب في تخطيط هنا اهوت عمليات التقسيم زي ايه؟ زي لما نيجي دلوقتي ان احنا نسينا عايزين نحذف عمود. لو حضرتك حددت العمود ده وضغطت ديليت من لوحه المفاتيح، اللي هيتم حذفه هو المحتوى. ولكن لو حضرتك حددته وذهبت الى تخطيط، ومن تخطيط هتجد هناك اداه اسمها ديليت حذف، تختار حذف جدول فيتم حذف هذا الجدول. طيب التخطيط، تخطيط اللي هي اللي اوت الموجوده ديت هتفيدني في ايه؟ انك هتقدر تتعامل مع كل الجزئيات الصغيره والكبيره بالنسبه للجدول، سواء بالنسبه للتحديد، الحذف، الادراج الاعلى لاسفل، التقسيم، الاحتواء، التوزيع المتساوي للصفوف والاعمده، كذلك اتجاه الكتابه والهوامش، وادراج العمليات الحسابيه. نيجي اولا هنفترض دلوقتي ان حضرتك بعد ما كتبت الاسم ويناير وفبراير لقيت ان شهر مارس مش موجود، فحضرتك بتحدد العمود اللي اسمه فبراير وتضغط كليك يمين، ومن كليك يمين هتختار ادراج، ومن ادراج هتحدد ادراج اعمده، الاعمده لليسار ولا لليمين؟ هنا هتكون الاعمده لليسار. اذا استطعنا ان احنا نضيف العمود، بعد ذلك بتكتب ده كان شهر مارس، ثم ندخل درجاته على هذا النحو. طب لو عايز اعزف عمود اعمل ايه؟ اقوم بتحديد هذا العمود واضغط كليك يمين، فعندنا ادراج عشان اضيف اعمده واضيف صفوف. يبقى انا بحدد وبضيف الاعمده يا ناحيه اليمين او اليسار، بضيف صفوف لاعلى او لاسفل، او بدرج خلايا. الحذف بقوم بحذف الاعمده، ولكني لو ما حدد صف هتبقى حذف، لان ناتي هنا اهوت كده اهوت، وقمنا بتحديد صف ونضغط عليه كليك يمين هلاقي اسمها حذف خلايا. لما اختار حذف خلايا يطلع هذا الصندوق الحواري اللي بختار منه حذف صف باكمله او حذف عمود باكمله. ناتي بعد ذلك بالنسبه لعمليات التحديد، انك بتقف كده على راس العمود الاعلى بيظهر هذا السهم باللون الاسود، تضغط كده، تضغط بهذه الطريقه، ادي تحديد عمود. لو اعمده متباعده تضغط الاولاني وكنترول تضغط الثاني فيتم تحديده. لو عايز تحدده كله عندنا هذا التقاطع اللي بيكون لو باللغه العربيه بيكون اعلى الجدول ناحيه اليمين، لما اضغط عليه يتم تحديد الجدول ككل. تحديد الصف انك بتضغط وتسحب بهذه الطريقه. لاحظنا بالنسبه للصف ان في بيانات رقم 3، انا عندي مسلسل 1 2 4، هعمل ايه؟ احدد هذا الصف، ثم يا اما اضغط كليك يمين واختار ادراج واقول له ادراج صف لاعلى، لان رقم 4 يبقى اختار لاعلى عشان ادرج 3. تمام. او ان انا اروح الى بعد التحديد اختار تخطيط اللي هي اللي اوت، ومن تخطيط هختار ادراج لاعلى. الادراج الاعلى هنا هو تود الرسمه توضح انه ادراج صف، يبقى ادراج صف الاعلى، ادراج صف الاسفل الجزء المحدد، ادراج عمود ناحيه اليسار، ادراج عمود ناحيه اليمين، هنا هو حذف صف او خلايا او هنا هو لو عندك قمت بتحديد خليتين يتم دمجهم، ولو هنا في خليه واحده تستطيع انك تقوم بعمل تقسيم لا، او انك تقف وتقسم الجدول. ده بالنسبه اهوت هنبدا نختار دلوقتي لاعلى، وجينا اهوت كاتب رقم 3، وكاتب هنا اهوت مثلا وائل على هذا النمط، ثم نكتب الدرجات، ثم نكتب الدرجات زي ما حضراتكم شايفين مع حضراتكم، ادي الدرجات. تمام.
خلصنا ادي بالنسبه للتعامل مع صفوف الاعمده. لو عندك خليتين عايز تدمجهم زي ما قلنا العمليه سهله، لو عايز اقسم هذا الجدول اقفل المكان اللي انا عايز اقسم من خلاله، ثم اختار من التخطيط اللي اوت هختار حاجه اسمها تقسيم الجدول، فيتم تقسيمه الى جزئين بهذه الطريقه كنترول وزد. نرجع مره اخرى لاستكمال باقي العناصر. طول ما حضرتك بتتعامل مع الجدول زي ما انت شايف كده عمليه بسيطه. لو عايزين اشكال جاهزه اتكلمنا على اشكال الجاهزه، انك بتحدد الجدول وتذهب الى تصميم، ومن التصميم تختار احد هذه الاشكال الجاهزه. لو عايز تنسق يدوي بتقوم بالتحديد وتلجا الى الصفحه الرئيسيه، ثم تضغط على اسود عريض ومائل وتختار نوع الخط وتكبره وتصغره وتخلي الخلفيه وتعمل محاذاه وتعمل تعداد رقمي ونقطي. تمام. هناتي بعد ذلك لجزئيه مهمه جدا وهي اجراء العمليات الحسابيه. انا عايز اجيب مجموع الدرجات، فهنضيف نهوت خانه تجيب لي مجموع الدرجات، وليكن هقف هنا، ومن نهوت هروح لتخطيط، ومن تخطيط هقول له ادرج لي صف اسفل. الصف الاسفل دهوت هسميه المجموع، المجموع عايز انا مجموع درجات شهر يناير. اقف تحت كده، ثم من اللي اوت اللي هو التخطيط في حاجه اسمها صيغه اضغط عليها. هو بيقول لي هعمل ايه؟ سام اباف، يعني هجمع لاعلى. اقول له ممتاز. لما تيجي تجمع 50 و40 90 90 و100 190 و70 260. طيب لو انا جيت نهوت واضفت عمود الى اليسار، لو عايز اجي اعمل مجموع بنفس الطريقه من تخطيط، هناك صيغه، ومن صيغه هو بيكتب لك الداله سام رايت، يعني اجمع لي الارقام اللي ناحيه اليمين، يقوم بجمعها صح 100% 78 150 و100 250 و50 ادي 300، واكرر هذه العمليه باستخدام اف اكس او الصيغه من اللي اوت او من التخطيط. طيب هنيجي دلوقتي عندنا الاسم ده، لو انا وقفت كده من التخطيط اقدر اعمل له كده محاذاه يمين محاذاه يسار داخل نفس الاتجاه بهذه الطريقه اللي حضراتكم شايفينها، او اعمل له توسيط. طيب لو انا دلوقتي عايز اخلي الاسم بالطول او بالعرض، في حاجه اسمها اتجاه النص، اتجاه النص اضغط عليها مره اعملها لي كده، ارجع مره اخرى واضغط على اتجاه النص مره اعملها بالطريقه دي ومره اعملها بالطريقه دي وهكذا. يبقى من اتجاه النص اقدر اغير اتجاهها، يا اما اخليها بالعرض يا اما بالطول، يا اما ارجعها لاساسها يا اما بتغيير الاتجاه. هتقول لي والله انا عندي ارقام والارقام ديت عايز اعمل لها فرز بالنسبه للمجموعه، اقول لك حددها واضغط على فرز. الفرز ده هو وقول له موافق، هيعمل لك عمليه الفرز. الفرز هنا فرز اسندنج تصاعدي، وبيتم الفرز باسلوب صحيح، يبقى له ترتيب فرز تصاعدي اسندنج، او ان حضرتك تقدر تغيره لما تضغط عليه، تقدر تغير نوع الفرز بدل ما هو تصاعدي تخليه تنازلي وتتابع النتائج الموجوده. في النهايه لو انت عايز تحسب الجدول بتحدد، وبعد ما بتحدد بتذهب الى لي اوت التخطيط، ومن تخطيط بتختار حذف. حذف الموجود عندك، هتحذف خليه، يا تحذف عمود بيتم تحديده، يا تحذف صف، يا تحذف جدول، فبيتم حذف الجدول بالكامل. لو احنا عايزين نتحكم في الارتفاع الخاص بالجدول والعرض او بالخليه ذات نفسها، بحدد الخليه وبعدين اقدر ازود الخليه بهذه الطريقه، الارتفاع بتاع الخليه، العرض بتاع الخليه، واقدر اقلل الارتفاع والعرض. لو عايز تعملها متساويه بتقوم بالتحديد، وهيكون عندك توزيع صفوف توزيع اعمده بشكل متساوي، كده الصفوف لها نفس الحجم وكده الاعمده لها نفس الارتفاع. كده يبقى احنا شرحنا كل ما يخص انشاء الجداول. تبقى معلومه بسيطه جدا وهي ايه؟ عمليه تكرار الراس. انا عندي راس الجدول ده هو، لما يكون الجدول فيه معلومات كتيره جدا، وانتقلت صفحه رقم 2 و3 و4 و5، فلما انتقل لصفحه رقم 2 ما بيبانش بالنسبه لي الدرجات بتاعت شهر فبراير ويناير كله زي بعضه، او الدرجات بتاعت العلوم والاحياء والعربي. فانا عايز الراس الجدول يتم تكراره بصفحه رقم 2 و3 و4 و5 طالما كانت الصفحه فيها بيانات، فاقوم بتحديد راس الجدول ثم اضغط على تكرار الصفوف. هنا مش هتتنفذ مع حضرتك، ولكن لو ضغطت على مفتاح تاب كده، مفتاح تاب لو وضعه في الاخر بيضيف صف جديد، ناخد بالنا من هذه المعلومه. لو مفتاح تاب
في اخر خليه في الجدول عند الضغط عليه يضيف صف جديد. هنبدا دلوقتي ننتقل الى صفحه ثانيه. في الصفحه الثانيه بدا يظهر قدام حضراتكم تكرار لراس الجدول بهذه الطريقه. يبقى ادي هذا الجدول، ادي الراس بيتم تكراره في الصفحه الثانيه عن